حنا بالنسبه لنا هنا في سبعه توريجال راك عارف هناك هادو كيضحكوا عليهم كيجيو لهنا يسيبوا الشمع والحليب والحنه وهادشي جاري به العمل الخوا من القرون الناس موالفه بهادشي هذا اش غادي نقول لهم حنا. كنت كنعوم في البحر وجبرت القرعه تشرف فيها سحور اربع تصاور ديال الناس عائله علاقه قدام مكتوب فيها صمم بكم لا يقشع ولا يبصر اربع تصاور ديال الناس في وسط القرعه تشرف في البحر مسيب ومعاهم المد الميات وديك الشيء ديال الكفان الناس ديال الناس هادو ما في قلبهم شي الشفقه ولا الرحم واخر في الدار ديالو ولا اخر مع ولادو هو يمشي يقيلوا المصيبه حتى يحمقوا هذا المنكر هذا. هاد القضيه صعيبه هذوك دابا حنا ما عندنا موجود في المغرب انا موجود في الاحياء ديالنا فما شاء الله ياخذ الحق واش نقول لك هذا مخصم هذا مخصم الاعدام واحد هذه خصم الاعدام كاع كي قالوا ماشي مزيانين ما صالحين شي كيتعداو على خوتهم المسلمين علاش كي قال واحد انا كي قال بوليداتي وكتجي وحده اخرى كي قال هذا كتعمل لي شي حاجه تدي الراجل تخليني كي قال محاصله كي قال سته د الاولاد سبعه د الاولاد ثمانيه د الاولاد هادشي ولدي المنكر هذا ربي ما قال شي هيدا هادشي كي قال ماشي هو بالدين ديالنا بحق وليدي هادشي اللي ولا دابا هاد المنكر اللي رجع دابا علاش دابا نقولوا تبانتينا يا خو كتمشي كتملو شي حاجه باش تحمقوا باش تأدي تحمقوا للوالدين ديالو فهمتيني يعني حشومه وعايب السي هذا ري ربي غيكازيهم ويخلصهم حنا اللي كيعمل شي حاجه ماشي مزيانه كنوكلوا عليه الله ونخليوه الله غيكازيه والله غيخلصوا في الخدمه ديالو واش اللي قلتي انا هذا النظر ديالي يا اولادي والله الله يهدي ما خير انا ممكن نعرف حد كيسحر ما كنعرف بالراس كيسحر من لو يقرب كلشي كذاب كلشي كذاب حنا مستعصمين بالله والرسول من غيره كذاب الله يجعل البركه كون معزق كرت فايد نعسك واحد كيتعلق من الكريعه ديالو ما كنمشيو عند شوافه ما كان لا كاين بالحق دابا ما كنثقش شكون اللي كيعدلو ولا المعاقبه باش يعاقبوا مع سيدي ربي مجرمون من الدرجه الاولى ياخذوا اموال الناس بالحيل والمكر والخيانة والخدع والكذب ويستغلون الأميون لذلك الرجاء إبعادهم عن الشعب كيفاش بغاه الله يكون هادشي اللي كاين كاين اللي شعوات كاين اللي ماشي شعوات ولكن أنا عند الله ما نعرفنا شكون اللي مزيان شكون اللي عيان انا ما كنعرف لا شعوذه ولا ما شعوذه ما كنعرف الله ورسول الله بالشعوذه اللي ما كنعرف واحد ما نعرف كيما ما شفتش بعيني والله اعلم انا ما كنامنش بهذا الشيء هذا السعوذه وهاد السحر ما كنامنش به نقول لك هذا اسراميين الناس هذو اسراميين يعني هذا الشيء هذا يعني خص الدوله يعني تدخل في هذا الشيء هذا يعني باش يعني ولا وقعت له شي حاجه نحمق الله يحفظ له شي حاجه يعني خص الدوله تدخل في هذا الشيء هذا دابا هذوك انت كتعرف المهمه ديالو جهنمه والله نجينا منهم هذوك الله عندنا من نسبه لاقينا معاهم ما عندهم حتى شي مذهب حتى شي دين هذوك والناس اللي كيسحرنا هذا حيث لا يفلح الساحر حيث اتى يعني الناس هذوك اللي كيتعدوا على بعضيات كيتعدوا على عباد الله وصافي هذا هو اخر كامل شي حاجه شي واحد اخر كيتقرا الذنوب ديالو